كيف أحمي نفسي من قنديل البحر؟ هيا لنبدأ. يعتبر قنديل البحر كائن لا فقاري هلامي، يتكون من الماء بنسبة 90%، له ألوان متعددة، لكن الشائع اللون الأبيض واللون المائل للأزرق واللون المائل للأحمر. يعيش في المياه العميقة بمجموعات كبيرة، وتأتي به تيارات بحرية قوية وأمواج عالية إلى الشاطئ. بالرغم من أن القنديل كائن غير هجومي، إلا أن مجرد ملامسة مجساته السفلية المكونة من مادة قلوية، فإن جسم الإنسان يتسبب بضرر وآلام كبيرة للجلد، قد يصل في بعض الأحيان إلى حروق من الدرجة الثانية. كما أن بعض القناديل السامة قد يؤدي ملامسة مجساتها لجسم الإنسان إلى الوفاة. إذن كيف أعلم أن هناك قنديل في الماء؟ معظم القناديل عندما تقترب كثيرا من الشاطئ تفقد السيطرة وتتحكم بها الأمواج البحرية، وتقوم بدحرجتها على الشاطئ، فتتقطع المجسات إلى قطع صغيرة وتنتشر بالماء. وعند شعورنا بالحكة يعني أن هناك قنديل في المنطقة القريبة. إذا ماذا نفعل في هذه الحالة إذا كنا نسبح؟ من الضروري عدم الهلع والسباحة بحذر، والنظر إلى الأمام قدر المستطاع للكشف عن وجوده أمامك لتلافه، والخروج حالا من الماء. تذكر دائما أن القنديل كائن غير هجومي ولا يقوم باللحاق بك، كما أنه بطيء الحركة. هذا يعني أنه عليك الحذر ألا تتجه أنت نحوه وليس العكس. إذن ما هي أعراض الإصابة بلسعة قنديل البحر؟ من الأعراض الشائعة للسعة قنديل البحر ألم شديد وحارق، وعلامات حمراء أو بنية أو أرجوانية ناتجة عن اتصال اللوامس أو المجسات بالجلد، وحكة وتورم. أما الأعراض الشديدة التي قد تظهر عند التعرض للسعة قنديل البحر والتي حتما يجب مراجعة الطبيب عند حدوثها، تشمل آلام في المعدة، صداع الرأس، آلام العضلات أو تشنجها، الغثيان والقيء، والشعور بالضعف والارتباك، الشعور بالنعاس وفقدان الوعي، صعوبة في التنفس، مشاكل قلبية، وكل ذلك يتعلق بمدة التصاق مجسات القسم السفلي لقنديل البحر بالجسم ونوع القنديل. إذن ما هو إسعاف لسعة قنديل البحر؟ إن مجسات القنديل مكونة من مادة قلوية، المادة القلوية تتم إزالتها بمادة حمضية. يعتبر الخل الممدد بالماء هو الحل الأمثل، وذلك كالآتي: تجفيف المنطقة المصابة بمنشفة نظيفة، وعدم فرك المنطقة المصابة بالرمال كما هو شائع. وضع الخل الممدد مع الحرص على عدم توسيع دائرة الإصابة، أي أنه يجب عليك يا صديقي أن تسكب الخل على المنطقة المصابة. أما في حال ظهور الأعراض الشديدة التي تم ذكرها سابقا، يجب مراجعة الطبيب حالا. وأخيرا، يجب العلم أن القنديل يذوب عندما يتعرض لأشعة الشمس على الشاطئ. والسلام.